بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. حي الله هذه الوجوه النيرة التي اجتمعت في هذا البيت العامر من بيوت الله، مسجد العمري بقرية سندنهور. هذه الوجوه الطيبة وهذه الكوكبة من علماء وزارة الأوقاف والأزهر، اجتمعنا جميعا في هذه الليلة الطيبة احتفاء بميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأكثروا من الصلاة على الحبيب. فالكلام عن الحبيب يطيب، لا يمل منه الإنسان ولا يساع الوقت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو ظللنا نتحدث طول أعمارنا ما وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقه. فأكثروا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الليلة الطيبة المباركة برعاية كريمة من السيد صاحب الفضيلة وكيل الوزارة فضيلة الشيخ صفوت فاروق أبو السعود، ويحضر نائبا عنه فضيلة الشيخ صابر عبد الرحمن سرحان مدير إدارة أوقاف بنها ثاني. وهذه الليلة الطيبة فيها كوكبة من علماء الأزهر والأوقاف، ونشرف في هذه الليلة بأن يكون معنا متحدثا فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الله عبد الرحمن عميد كلية أصول الدين بطنطا، نتمنى له التوفيق والسداد. وأيضا معنا فضيلة الدكتور محمود عبد الرازق عبد الحي رئيس قسم شؤون القرآن بإدارة أوقاف بنها ثاني، وفضيلة الشيخ أحمد محمد دعادر، ومعنا فضيلة الشيخ صابر سرحان نشرف بحضوره معنا في هذه الليلة الطيبة. ومعكم المقدم إيهاب عبد الرحمن شكر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا التوفيق والسداد، وأن نؤدي جزءا من مليون جزء من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة الطيبة، هذه الليلة التي يملأها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخير بداية لهذه الليلة الطيبة المباركة آيات بينات من كتاب الله الكريم يتلوها على مسامعنا قارئنا هذه الليلة فضيلة الشيخ أحمد مصطفى عمر، سائلين الله سبحانه وتعالى له التوفيق والسداد، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله لتدخلن المسجد الحرام
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين رؤوسكم ومقصرين ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا وَالَّذِي أَرْسَلَ
وكفى بالله شهيدا. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم Kung
سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا Yeah.
السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم.
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ربك فحدث. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
يشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث لا ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا واستمتعنا مع هذه الآيات البينات من كتاب الله الكريم، مع هذه الآيات البينات من كتاب الله الكريم التي عشنا معها مع قرائنا العظام. ذكرنا فضيلة الشيخ أحمد سيدنا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بأداء رائع متميز كأنك تستمع إلى الأصل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن ينفع به وأن يجعله من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم تلها على مسامعنا فضيلة الشيخ أحمد مصطفى عمر، بارك الله لنا فيه ونفع به الله سبحانه وتعالى. ونرحب بمبتهلنا هذه الليلة فضيلة الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع.